حالنا بحالهم، ما في ناس تطلع زايدة عليهم، هم مجرمون، لكن الإجرام ما ينزعش عنهم صفة إنسان. صحيح الكثير منهم اختار طريق عوج وغرق في بحر الجريمة، لكن كاين اللي لقى راسو مجرم بالصدفة، كما كاين اللي رضع الإجرام من صغرو. حياتهم وكيف أصبحوا مجرمين بل أخطرهم وأشهرهم. حلقات يومية اخترناها لكم في هذا رمضان اللي يكمل عليكم بخير، ماشي باش نمدحوهم بل باش ناخدو الدروس والعبر. فمرحبا بكم وكونوا كثيرين في التتبع ديالكم والتفاعل. رمضان كريم وتقبل الله صيامكم. نواصل حلقات سلسلة أخطر وأشهر المجرمين اللي عرفهم المغرب بالحديث عن مجنينة والمدينة مكناس الله يرحمه، وهي حكاية الرأس المقطوع والنزاع الشرس ما بينه وبين عصابته وما بين عصابة حنفوزة. الروايات كثيرة تداولها كل شيء وعلى نطاق واسع في قنوات يوتيوب وشحال ما تكتب عليها. وعبد الرحمن ومن القبين ومجنينة ذات مدينة مكناس عام 1954، كما كل المجرمين عاش طفولة صعيبة وحياة أصعب. كان عزري بلا خدمة والبيبان ديال الكسب كانت قليلة في وجههم، وتدريجيا بدا كيخرج على السطر كما كنقولو وينحرف قبل ما يدخل لعالم الإجرام دخل من بابه الواسع. بداية كانت بالسرقة على بكري وتشد وتحكم ودوز 20 عام في الحبس ديال القنيطرة المركزي قبل ما يترحل لسجن سيدي سعيد في مدينة مكناس باش يكمل العقوبة. وتماك فين تعرف على حنفوسة وفين وقعت المشاكل ما بيناتهم. مهم المحكمة كانت أخذته بتهم ثقيلة، منها تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والضرب والجرح. كان عنده حتى الاغتصاب في هذا الميل. كان داير حالة في مكناس في ديك الوقت، داير عصابة مستقرة في واحد الجنان سميتو المصطفي بعين الشبيك، هو الحي أو واحد من أشهر الأحياء في عالم الجريمة، ماشي غير في مدينة مكناس ربما على المستوى الوطني. كان مخبي تماك والبوليس كان كيلقى صعوبة باش يدخل الجنان، وحتى لو دخلو ما عندو فين يلقاه. كان يعرف مزيان المسالك والمسارب فين يهرب. الجنان كان واسع وكان المسارب فيه كثيرة وكتمكنو من الهروب ويتخبى ما يشوفو حد. كان داير براكة وعايش وكيتعايش مع الظروف ديالو، ما كاين غير الشراب والبنات بالصحة أو بالخاطر. اللي شافها ديالو كان فتوة بمعنى الكلمة وفتوة كبير، ما حس بالخطر حتى دخل مع الصاد بعد ما بانت عصابة حنفوزة. هاد حنفوزة أو حنفيزة كما كيلقبو البعض كان داير عصابة حتى هو، وبدا كينفس مجنينة في عالم الجريمة خاصة ملي خرجوا بجوج من السجن. مع مرور الوقت بدا كيحس بالخطر الحقيقي يعني مجنينة، وكيخاف لتزيد هاد العصابة ديال الحنفوزة تغلغلا وتسحب البساط من تحت القدمين ديالو. كان مهيمن ومسيطر على الجنان ودابا كاين المنافس ديالو فكاية من وحدها. بدا الضوء او السيركوي كيدوز ما بين حنفوزة ومجنينة بعد ما خرجوا من الحبس، ودخلات العصابات بجوج في الصراع والمعارك الدارية، الحرب في الحقيقة اللي كانت كتوقع ما بيناتهم. واللي زاد شخط الطرح نهار اللي مات الملقب بالديناصور وهو الرجل الثاني في المجموعة، وعلى يد من؟ على يد عنصر واحد اخر كني والفار، غير الألقاب كتخلع. المهم ملي خرج مجنينة من الحبس أواخر ثمانينات القرن الماضي مشى للجنان فين عاش وعاتى فسادا طيلة السنوات. لقى كلشي تبدل، جزء منه تبنى وتبنات العمارات ونبتات عوض البرارك والبيوت ديال الطين اللي كانت تماك. اسما نزحف على الجنان اللي كان كله خضرة وشجر وثمار كتيسر العين في المنظر وفي كلشي. ما كانش ممكن مجنينة يبعد على هذا الفضاء، عنده علاقة حميمية به وعاش فيه ربما واحد المرحلة كتير طويلة. وهاد المرة اختار يتعمق لداخل الجنان واستقر وسط ما تبقى منه باش يكون بعيد عن أعين البوليس وأعين الناس حتى اللي ممكن يمشي به. أكثر من هذا الشيء عاد هيكلة العصابة ديالو، جرع الناس القدام اللي كانوا معه في العصابة وجند مجموعة من الشباب جداد صفوف العصابة يعني دار تشبيب. هاد المرة مجنينة على عكس الماضي استولى على جزء مهم من الجنان، بدا كيستغلو وكيستغل الخيرات ديالو. صحة كان
كيستغل العناصر العصابة والمراهقين باش يجنيو معاه الغلة، خاصة من الفواكه والخضر اللي كان كيعاود فيها البيع في الأسواق والسويقات المحلية بنيت مكناس. ما شقى ما صرف غير جا وقطف كما كيقول. مول الجنان مسكين كان مكمدها، ما قدرش يهضر، ما قدر يقول لا ولا علاش. جنينا محتل الجنان وداير جنود كتار كيحرسوه، جنينا غير مازال تغول، ويا ويل اللي يجي في طريقه. كان داير بحال شي جيش كيدرب العناصر ديالو في التمارين الرياضية الخاصة بفنون الحرب، كاراتيه وداكشي فنون القتال، عوال على تخزيز. الناس اللي كيعرفوه كيقولوا انه كان ديما داير قبعة صينية، يعني معروف بواحد اللوك معين، داير القبعة الصينية والسروال مفضفض قندريسة مدلي منو شي صيف طويل، ولابس السبل ديالها، والجهة العلوية ديالو كانت ديما عريانة ومكشوف في الصيف والشتا. كان كيدير هكاك باش يبين العضلات المفتولة ديالو ويخوف اللي كيشوفوه. جنينة كان كيلبس احيانا لباس العسكر، كيتشبه بالعسكر، هو عنده قشلة غير بواحد العناصر مجندة. وزيدون كان واشم واحد النسر، يعني وهز في منقار وخروف بين المخالب ديالو، كان واشمها في الجزء العلوي من صدره. في الحقيقة كان فتوة مجهز بكل شيء، بجنود قوي العضلات مستعد لأي حرب، خاصة مع الخصم اللدود ديالو حنيفيزة وحنفوزة. وبدا من هنا كيتربص به، والتربص كان مشترك ويعني من الجهتين، حنفوزة كيتربص بجنينة والعكس. واحد النهار وصل لعين جنينة ان حنفوزة كيتربص به وباغي ينتقم منه، ولا شدو غادي يفعل فيه امام مول مسنة ويفكح حتى عينه. هادشي وصلو، الحرب كان شرسة ما بين طرفين، والله خرج على خير، لكن في الخير ما بين جوج عصابات ما كتعرف غير الدم والانتقام، ويتبدات عضلاتيا يعني ماشي فكريا او شي حاجه من غير. قبل ما نكمل نقول لكم ان العداوه ما بين جنينة وحنفوزه انطلقت من الحبس ديال سيدي سعيد، ملي وقع شي سوء تفاهم بيناتهم، ملي كانوا بجوج كيقضوا العقوبه باش محكومين بهذا السجن. ومن تماك العداوه غير ما زادت حتى تحولت الى حرب ضروس. النهايه ديال الاسف كانت ماساويه بالنسبه لهم بجوج. ديك النهار كان مجنينة كيشرب كيف عادته الروج والنشاط، تحت القرعة وكب لي ونساها نغني الموسيقى شوية. هو يبان له واحد السيد سميتو محمد جاي وفي يدو ميكا بيضاء، جا عندو قال له خويا مجنينة راه بغيت نعمر هادي بالتفاح. مجنينة كان بكي وبدا كيفكر مزيان، حتى غادي يدير له استنطاق وغادي يتاكد بانه من اتباع خصم اللدود ديالو هو حنفوزه. في الاول طلب منه يجلس، سولو على رجال جنان، هاد الدو الا ما اعترفش بالحقيقه غادي يدير فيه غزاوه. التهديد كان هو الوسيله والاداه لانتزاع الاعتراف، والسيد اعترف ليه بكل شيء، قال ليه بلي هو مبعوث مع الحنفوزة باش يتجسس عليه باش يعرفو فين باش يدير شي غارة ولا شي. تماك سعر جنينة، شدو ربطو بسلك ديال الحديد في جدع ديال شجرة الزيتون، وعلقو كما تعلق الحول، كما كنعلقو الحول في العين. شتو البشاعة والشجاعة في وصلات بنادم بحال داكشي ديال القرون القديمة، ربطو وعلقو بدا كيستنطقو ويسول وينتظر الجواب تحت التهديد بالسلاح. السيد اعترف بكل شيء اللي مجندو حنفوزة، وحتى اي حاجه ما كايناش ربما راه قالها الخوف هذا. يقرب زز منه، قال ليه بلي حنفوزة سيفطو باش يتجسس عليه باش يطيحو ويهجم عليه وعلى عصابته. في ديك اللحظه ضربو ببونية، ضربو بقوه حتى فقد اثرها الوعي وطاح للارض بحال الا ضربو بشي بلينسا او بشي طوبيه. ملي طاح زاد شخد عليه، قطع عليه الراس عن بقية الجسد. شتو البشاعة، دار هادشي ورجع يكمل الشراب بحال الا ما وقع والو، وما بقى في القرعة كملو. وسرعان ما رجع ليه ديك السيد اللي كان قتل وقطع الراس، وزاد طعنو في البطن ديالو ثلاثة ديال الطعنات، كينتقم منو حتى وهو ميت وبلا راس. المهم غطى الجسد ديالو بالربيع اليابس ودار الراس في ميكاساك تحلى باش ما تبانش، وطلع الحمرية سونتر فيل كما كنقولو.
كان هز الميكا وداير فيها الراس ودخل البار وعرقها شراب. كان بيلا معقل حتى على راسو ملي جات عندو البرمانة قالت لي خلصني عافاك. بحركة سريعة هز الميكا اللي كان حط مع رجليه وحطها على الكونطوار وقال لها ها هو اللي غادي يخلصك. مسكينة ملي حلت الميكا شافت راس بنادم وطاحت سخفانة ونظرت الهلالة في البار حتى اللي كان سكران صحا وقت الغوات وخوات الساحة المجنينة باختصار. ولا مازين نكملوا في المشهد جاو البوليس وشدوه وداوه للكوميسارية القريبة اللي كاينة في شارع محمد الخامس فين تستمعوا ليه. حكى حلقات مسلسل الرعب والحرب بينه وبين حنفوزة وكيفاش قتل محمد وقطع عليه الراس وعلاش. وحكى داكشي كله التفاصيل المملة وتشد اللي تشد معاه وتم الإيداع ديالو في السجن وتقدمو للوكيل العام اللي تبعهم بحزمة ديال تهم جنائية ثقيلة وتحالو لغرفة الجنايات. وفي نهار 3 جانفي 1993 حكمات غرفة الجنايات عليه وعلى اللي معه. الإعدام هو الحكم باش تحكم والباقي توزعات باقي المتهمين معه توزعات الأحكام عليهم ما بين البراءة و3 سنين ديال الحبس نافذة. مشى حنفوزة دوز غالبية المدة في قنيطرة في السجن المركزي فين مات وكيقولوا مات من تحر الله أعلم. مات هو ومات حنفوزة وماتوا نسبة كبيرة من أفراد العصابتين حتى اللي مازالين ما بقى ليهم جهد. شكرا اللي تبعتوا قصة مجنينة وحنفوزة وأنا شاكر لكم على ذلك. وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء لقناة مروكان كريم تي في. وباش ما ننساش ديروا يديكم على بالنسبة للناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة تابونا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال قناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية في حينه. وانتم مشكورون على ذلك. وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء ديال القناة ودامت لكم الأفراح والمسرات كما كنقول دائما. الله يبعدكم عن الموبقات والمشاكل والله يبعد عليكم كحر راس. كل ما بعد عليكم كحر راس الا غادي تهناو. هادشي الا كانت عندكم نية باش تعيشو في الهنا وتبعدو على بحال هاد الجرائم اللي ما كدير غير المشاكل. وهانتم شفتو شحال ما كان الانسان فتوة وشحال ما كبر وشحال ما تجبر يجي واحد الوقيت يرجع ضعيف. نكونو ضعفاء مع نفوسنا قبل ما نضعفو امام القانون وامام الاخر. وشكرا جزيلا.